كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وبلوك جديد. صباح الخير او مساء الخير، احنا بعد صلاه الجمعه. اليوم يوم الجمعه يا اخوان، اليوم يوم اسطوري، يوم خرافي. انا كثير متحمس طبعا. ليش؟ لانه اليوم خطبه وليد. اليوم هو اليوم المنتظر، كل الناس تستناه. اعلننا قبل فتره انا وليد انه اليوم انه وليد راح يخطب قريبا، وقريبا اجت. يعني اليوم هو خطبة وليد، اليوم خطبة وليد يا جماعة. وصراحة والله أنا إشي كثير، أنا صار كثير متحمس أكثر من وليد. فتابعوا البلوج، راح نسوي كثير أكتيفيتيز. شو اسمه، أنا راح أسوي كثير أكتيفيتيز لحالي. راح تشوفوني أنا بالبلوج أكثر من وليد، لأنه وليد حيكون كثير مشغول، لأنه بتعرفوا علي سوهيك، فراح يكون كثير مشغول. فلذلك تابعوا البلوج إن شاء الله تنبسطوا وتستمتعوا. لا تنسوا اللايك قبل الفيديو ويلا. طيب يا جماعة، طبعا أنا رايح أوصل جنى على عند بابا. صحيح الصالون، ما بعرفش شو اسمه، قصص البنات ما بتخلص. راح اوصل جنى، ما بعرف شيء، ميك اب قصصي هيك، ميك اب وشعر، وشعر، بدي اسوي شعر. وانا زي ما انتم شايفين مش مسوي شعري ولا لابس شيء ولا ولا كان اليوم حفله وليد، خطبه وليد. ف يلا تفضلي جاهزه. اوكي يا جماعه، طبعا وصلت جنى وخلص امامه. طبعا شو ماما صحتني من النوم، روح وصل جنى على هذا المكان اللي بعرف شو هو. خلص من جنى، وليد بصر عليه بقول له روح على الاستوديو بسرعه جيب الكاميرا. بعرفش، روح جبت كاميرا تمام، وجبت عدسه بعرفش شو، بس انه شكل يعني ما بعرفش بده اياهم بالحفله. فزي ما انتم شايفين عصوم اليوم الدراول. وصلتها؟ وصلتها وجبت الكاميرا لوليد من الاستوديو، وهي راجع البيت. بدك اشي؟ بدي سلامتك. طيب انت ما بدك تروح هلا، ما بدك تستشور، ما بدك تعمل اشي؟ شو بدك فيه؟ درجة اتحمم انا لسه. فستان يا حبيب الله. صح هاي قصة سابعة هاي. اركض جيبهم قبل لا يسكر الزلمة. يلا ماشي. اي ساعة قال لك هو؟ هو قال لي تنتين، انا الساعة 4. يلا مش مشكلة. يلا حبيبي دير بالك. باي. سلام. اوكي يا جماعة، زي ما انتم شايفين طبعا انا رايح، شو اسمه، في قصة يا اخوان، انه انا بدلة العرس اللي راح البسها، بدلة الخطبة اللي راح البسها لسه بالبصبغة ولهلا ما جبتها. بدلته في فستان، مش عارف ماما حدا حكى لي روح وديه. فزي ما انتم شايفين في طريقنا للمصبغة. والله يوم حفلة، يوم حافل قصدي. فيلا الى المصبغة. هاي البدلة، يلا على البيت. خلص تأخرنا كثير، يلا. مساء الخير يا عريس. هلا حبيبي. اخواننا اليوم دقيقة. لا استنى شوي، اصبر يا سا... ايش الكش لو بس البس بس والله شو عريس. عادي لا عادي، يعني مش كثير يعني، لا بمزح بس. لا اسطوري. اشوف شعرك، هيك طالب. اوكي تمام. طب بدي كبك، ليه ما جبت لي كبك؟ والله بدي الساعة لمين هاي؟ ساعة إلي. الله يرحم أيامك، كنت تاخذ مني ساعاتي. خلاص تزوجنا، هلا صار احنا نجيب ساعات. بس يلا. جادو اياد رجع من برا، جادو اياد وباب. يا سلام. لا تعال دقيقة استوب اللعبة. الله ايش الحلاوة هاي؟ يا عيني عليك. نور. حلاوة العريس. تعال يا علي يا جوا. نعيما. كلهم 100% اهم شيء. شو الأخبار؟ تمام. كيف استعدادك اليوم خطبة ابنك؟ ولو أحلى استعدادات اللي راح تراسي ولا أحلى. جيبوا لي معكم كنافة. طيب يلا تأخر وقت، روح البس يلا. عريس شو استعدادك يا أخي؟ يلا ها قرب، يعني هيك انت اكتملت 70% تقريبا. يلا باقي بس الجاكيتة وايش هنا؟ البابيونة. نعم. اشوف بس وليد، ورينا الدبلة بالله اغلبك. يا سلام. يا سلام. يلا على البركة وليد. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك حبيبي، الله يسعدك. مبروك وليد، مبروك حبيبي. مبروك. اوكي تمام يلا. اوكي يا جماعة، عصومي جاهز. ومين كمان جاهز؟ اياد جاهز. جاد طبعا وين راح؟ راح مع بابا راح يجيب عمي واولاده الصغار، راح يجيب عمي ومرته واولاده يعني من الفندق، وجاي هون. فجاد راح معه، بابا طبعا كمان جاهز. بالله كيف الببيونه قويه صح. المهم طبعا احنا صرنا جاهزين عشان نروح على الخطبه. طيب يا جماعه، ماما وبابا والصغار راحوا، انا سيارتي رايح. يلا بسم الله، بدنا نروح اخذ الشباب بس على السريع وروح الصاله لانه كثير مستعجل كثير. يلا بسم الله.
اوكي يا جماعة، طبعا هاي انا دخلت الفندق وهاي الصالة الجميلة. يوسف كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك يوسف؟ ابن عمي طبعا، جادو اخوي. هاي الصالة يا جماعة، هاي صالة الرجال، صالة النساء بالطابق اللي فوق، فان شاء الله بتكون حاجة جميلة. يا اهلي يا اهلي، اليوم بلادنا بتبكي مع الكون. زي ما انتم شايفين يا جماعة، هاي الاستعدادات لحفلة الخطبة. احنا يا جماعة وصلت الكنافة، هلا بس حنوديها فوق. طيب يا جماعة، وصل الكنافة، وصل الجنة. ايش الحلاوة هاي؟ جنة الحمص. ايش؟ قلت لي مش عارف اوصل. اوكي يلا. طبعا يلا تفضل. ابو شريف سلام عليكم. وصل من السفر. السفر. هاي من وصل هون على الصالة. اليوم بدنا نولع عندك، عقبال عندك سيدي، عقبال عندك. مش بدنا نولع، بدنا الحفلة، بدنا نفجر. بس اليوم عندك الموضوع. كيف؟ مبارك. يا اخي شجعنا نتجوز كمان مرة. يلا يعطيك العافية. جوجو جوجو جوجو، تعال تعال عليك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا، شوفي اليوم. شوفي. يا سلام، مبسوطين انتو يعني؟ آه. يا عيني، يعني اليوم راح تكون حفلة حلوة؟ يلا انطلقوا. الف مبروك. اول عندك ان شاء الله بوجودك احلى واحد. عندي مرحبا بالوجود الطيبة والضيوف الكرام. بحق ليلة، ليلة سعد وفرح بغدادية. أسأل الله تعالى أن يتممهم على خير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي وثقتي واعتصامي واعتمادي وتوكلي إلا على الله. الحمد لله الذي جعل سنته بين عباده بالزواج والنكاح، وحرم عليه بالزنا والسفاح إلى يوم القيامة. يقول رب العزة جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن شباب فلا نجد شيئا، فقال عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنها أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فهي له وجاء. وفي هذه الأمسية الطيبة وهذا الجمع الكريم الشاهد، نتقدم نيابة عن أخينا الفاضل الأخ خالد مقداد أبو الوليد، من أخينا الفاضل الأخ أبو محمود ياسر مقداد، بطلب ابنة أخيه نور غسان محمود مقداد، للشاب المهذب وليد. فأسأل الله تعالى أن يفتح عليكم بالخير وأن يسدد قولكم. لك الميكروفون أخي أبو محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الجمع الكريم، حياكم الله في هذه الأمسية، وأخونا الطالب حياك الله، وأخونا أبو الوليد والد العريس حياه الله، والعريس كذلك وليد حياه الله. وامتثالا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من جاءكم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوه فهن فتنه في الارض وفساد كبير. نقول على الرحب والسعه، واهلا وسهلا بطلبكم، وطلبكم مجاب باذن الله تعالى. ونبارك
للجميع، لكلا العائلتين، عائلة أخي خالد وعائلة أخي غسان، بهذا الرابط الجديد الذي سيوثق عرى الأخوة والمحبة مزيدا من التوفيق بإذن الله تعالى. مبارك ان شاء الله، الف مبارك. سلم على عمرو، سلم على بارك الله للعم حسين، بارك عليهم، جمع بينهم على خير ورزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله. ابدا اشمل، كمل من عندك مع الدكتور سعيد، كمل. شكرا محمد، هيا الله خلاص خلاص انت معرفه. يسعدكم، بارك الله فيك، توفيق أبدعها وهو مبدع يعني على طول الطريق. الله يجزيك خير يا عبد، تفضل ميكروفون معك.
اسمع 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 اس
زي ما شفتوا هي خلص الحفلة هيك، هاي نهاية الحفلة. ألف مبروك ولي، طبعا صوتي باح من قد ما صرخت لك على عيونك، صرخت يعني حبيبي. يلا عقبال ان شاء الله، صرت صرخ صرخ بعرسي يعني. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفلوج وعشتوا اجواءنا العرس ان شاء الله. ان شاء الله كل العزابيه اللي ان شاء الله اكيد اولهم انا يعني. نعم. وهيك بكون وصلنا لهذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتضغطوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوا الرابط تحت بالديسكربشن. ونشوفكم حلقه ثانيه، ومع السلامه. صوتك انت ما يعني.